حضرتك قلشت على إمام عاشور وهزرت عليه عشان النطة اللي نطها وجاله ارتجاج في المخ لما لاعب في الهلال السعودي عمل نفس النطة. بس دي مش مجاملة لحد خالص. اتهاجمت من الجمهور ومن زملائك ومن اللي رايح واللي جاي. اتقطعت طبعا. الناس احيانا الجمهور وطبعا خلي بالك في لجان، وانا حتى رميت قلت اصل انا ما عنديش جيمي، وجيمي عارف نفسه وبيسمعنا دلوقتي من غير ما اقول جيمي ده مين يعني، لان هو بيدير اللجان يعني. انا بعمل افيه، انا بعمل افيه، انا ماتش الكوره احيانا بيبقى ماتش الكوره احيانا ما بيبقاش لذيذ. جيمي ده شغال في النادي الاهلي؟ واخد بالك؟ فما ينفعش ان انا يعني امشي المباراه كلها ستيف قوي اذا كانت حتى مش لذيذه يعني. لازم نرمي شويه حاجات الناس تنبسط. يعني اخر ماتش الاهلي والزمالك ده الناس تتبسط تتريق على امام عاشور عشان ما تتريقش، ما تتريقش اطلاق. اللي بيقول لك ان انت تريقت نط ايه؟ قلت له نط عادل ولا نط كويس يا امام يا عاشور؟ هناك في لاعب في الهلال، لاعب عظيم، هو لاعب دوسري النط، عمل نفس عمل نفس النطه، احسن لاعب في اسيا. فهو بعد ما جاب جون، لعيب فز يعني، جاب جون عمل براوليه لفتين في الهواء ونزل على رجليه. امام حبيبي وامام لعيب عظيم بيضاوي يعني، وحاجه فاخره ومكسب كبير قوي للنادي الاهلي يعني، اوعى تشيله دي في المونتاج. امام عاشور لاعب عظيم جدا، في التمرين بيعمل باكورد عاديه، باكورد عاديه مش نط في الهواء بقى بتاع، وهو حبيبي وقع على راسه وحصل له ارتجاج وبتاع. فانا بربط بقول يا امام ما تبقاش تعمل كده تاني، شفنا دي براوليه وفي الهواء بتاعه، وامام ما تعمل كده يعني. الناس اخذوها، انا بهرج بضحك.